السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم هنتكلم عن principle of chromatography وأنواعه والفكرة بتاعة الكروماتوغرافي عموما. الكروماتوغرافي هي طريقة تحليلية تستخدم لفصل المحاليل الكيميائية. طيب، أنواع الكروماتوغرافي بتنقسم لليكويد كروماتوغرافي، غاز كروماتوغرافي، ايون اكسشينج كروماتوغرافي، افينيتي كروماتوغرافي. ممكن نضرب مثال اللي هو مثلا عندنا المتفاعلات A و B بتفاعلوا مع بعض بدون C، تمام؟ فعاوزين نفصل ال A وال B وال C من بعض. ده عندنا اللي هو TLC اللي هو Thin Layer Chromatography والكولوم. جميل، الاثنين بيمثلوا فكرة بسيطة جدا. هنا ال Thin Layer هو عبارة عن جلاس فيه اللي هو السيليكا جل، مطلب السيليكا جل. فبتخط العينة بتاعتك هنا، طبعا بيكون هنا المسافة من العينة لحد النهاية هنا نص في سنتيمتر. تخط العينة هنا، وفي وجود اللي هو الموبايل فيس بتنتقل العينة وتنفصل المكونات الأساسية اللي هي إذا قلنا A و B المتفاعلات، فإن C هي ال product. نفس الحكاية اللي هو الكولوم كروماتوغرافي، في وجود اللي هو هنا دي الموبايل فيس اللي هو الليكويد، والستاشينري فيس اللي هو المادة اللي بتكون داخل الكولوم. فعند حقن الكولوم بالمادة المراد فصل مكوناتها تنفصل لألوان مختلفة، مثلا هنا زي ما شايفين أورانج بينك يلو. لاحظوا الفرق بين الكولوم والسين لاير، إنه البي هنا تطلع لفوق، هنا البي بتكون آخر حاجتها، الأي في النص، هنا الأي في النص، السي هي اللي حصل لها ريتارديشن أو مناعة ممانعة. طيب، الفكرة ببساطة إنه دي الإلونت. الإلونت هو المادة اللي بتذوب المادة من نفس نوعها. يعني مثلا الإلونت إذا كان أيونيك معناه حيذوب لي كل الحاجات الأيونيك وحينزل بها هنا. إذا كان الإلونت هيدروفوبيك معناه كل المكونات الهيدروفوبيك حتنزل معانا. طبعا ده الكولوم اللي هو زجاج أو بلاستيك. الأنالايت اللي هو ده المحلول اللي احنا عايزين نفصل مكوناته. وعندنا الستاشينري فيس اللي هو ده يكون المادة الصلبة أو المادة اللي بتعمل ممانعة للمكونات المراد فصلها. والموبايل فيس عادة بيكون ليكويد، والكوتون بلاج اللي هي دي قطنة بتمنع خروج الاستاجينري فيس الباودر بتاعته. وهذا الاليوت اللي هو بيحتوي على المواد التم فصلها. طيب، دي بعض التعريفات. موبايل فيس اور كارير اللي هو ده السولفنت موفينج ثرو ذا كولوم، ده السولفنت اللي هو بيمر عن طريق الكولوم. والاستاجينري فيس اور ادسوربنت اللي هو ده سبستنس ذات ستاي فيكسد انسايد ذا كولوم، تكون مثبتة داخل الكولوم. والإلونت اللي هو ده الفلويد انترينج ذا كولوم، اللي هو ده الإلونت ده اللي هو بيذوب المواد على حسب طبعا الخواص بتاعته. الوايت اللي هو فلويد از اكزيتنج ذا كولوم. والإليوشن هي العملية أو البروسيس اوف واشنج. والأنالايت اللي هو ميكشر ويتش ويت individual component have to be separated and analyzed. طيب، ده هو عندنا الكولوم. فأنا كنت عملت لودينج للسامبل هنا، وبعد ذاك في وجود الإليوشن فبيقوم بينفصل. بعد ذاك هنا عندنا اللي هو كونتينر بيجمع كله مكون على حسب يعني الزمن وكده. طيب، ده عندنا الثين لاير أو البيبر كروماتوغرافي أو الثين لاير كروماتوغرافي. يعني بنعمل اللي هو خط، الخط ده من الخط لحد النهاية بيكون طوله نص سنتيمتر. وبعد ذلك في وجود الأسيتون مثلا as mobile face، طبعا ده الستاشينري فيس وده الموبايل فيس. فالفكرة انك بتجيب عينة بتاعت نبات ممكن نهرسها في البستول، ويتم بعد ذلك فصل مكوناتها. هنا مثال لمكونات النباتات. طيب، principle of separation. طيب، الـ principle of separation اللي هو الـ separation ذاته بيعتمد على شنو؟ طيب، الـ separation بيعتمد على قوتين اللي هو الـ strength of adhesion اللي هو ارتباط المواد مع الـ stationary phase، والحاجة الثانية اللي هي الـ adsorption. النوع الثاني من القوة اللي بتأثر في العملية بتاعت الـ separation هو الـ solubility اللي هو ده. إذا كان الـ adsorption في الـ stationary phase فإن الـ solubility في بنعني بها إن الـ solubility هتكون معنية بالموبايل فيس. طيب، هنا جه فصل لك، قال لك the higher the adsorption to the stationary phase the lower the molecule will move through the column. يعني كل ما كان الادسربشن عالي
كل ما كان الالتصاق بالستاشينري فيس عالي، كل ما كان الموليكيول بيتحرك ببطء داخل الكرة، كل ما كان السوليبيليتي أو الإذابة ده مع الموبايل فيس كبيرة، كل ما كان الموليكيول بيتحرك بسرعة أكبر في الكرة. طيب عندنا هنا اللي هو مثال نوعين من الإليوشن، اللي عند العين واحدة طبعا وكل البريميترز ثابتة، لكن عندنا مكون محدد اللي هو مكون أو مادة عايزين نفصل مكوناتها. مكوناتها عبارة عن بروتين وليبيد. المرة الأولى استخدمنا الهيكسين اللي هو عبارة عن هيدروفوبيك، بالتالي هو نان بولر، بالتالي حيزوب الليبيد وحينزل لي في الفلاسك بتاعي. المرة الثانية استخدمنا الأسيتو أسيتونايترايل. الأسيتونايترايل هو بولر، بالتالي حينزل لي البروتين. different type of chromatography. عندنا البيبر كروماتوغرافي اللي هي السوليد فيس بتاعته الستاشنري فيس هو السوليد سيلولوز، والموبايل فيس هو الليكويد، وبتعتمد على البولاريتي اوف مولكيول. التين لاير اللي هي تي ال سي اللي هي دي بتكون سوليد اللي هي السيليكا او الالومينا. الالومينا طبعا برضو اللي هي الستاشنري فيس، والموبايل فيس دائما بيكون ليكويد وبرضو بتعتمد على البولاريتي. ليكويد كولوم كروماتوغرافي برضو سوليد فيس اللي هو الستاشنري فيس سوليد سيليكا او الماينا، وبعد ذاك البولاريتي اوف مولكيول طبعا هي بتحكمنا في النوع ده. عندنا التكني اللي هو سايز اكسكلوشن كروماتوغرافي، دي طبعا بتعتمد على سوليد فيس اللي هو مايكروبورس بيتس اوف سيليكا، فدي سيليكا بتكون فيها بورس او اخرام، على حسب الاخرام دي بتنفصل الموليكيول. كل ما كانت الأخرام صغيرة معناها حتفصل لي مكونات صغيرة، إذا كانت أخرام كبيرة حتفصل لي أحجام كبيرة. الموبايل فيس ليكويد وبتعتمد على السايز أوف موليكيول. عندنا أيون إكسشينج كروماتوغرافي اللي هو الستاشنري فيس بتاع سوليد والموبايل فيس بتاع ليكويد، والبيزيس أوف سيبريشن اللي هو الأيون تشارج أوف ذا موليكيولز. طيب عندنا الافينيتي كروماتوغرافي، ودي بيستخدموها عادة في فصل بعض الانتيجينات في شغل المناعة. فمثلا عندنا اللي هو السوليد فيس او الاستاشينر فيس هو سوليد اللي هو اجاروز مثلا، ولكن الاجاروز ذاته بيفعلوه مع الانتيجين بتاعنا عشان يضبط لنا انتي بودي محدد يعزل بيه. والموبايل فيس هو ليكويد عادة بيكون بفر، وبيعتمد على البايندينج افينيتي اوف ذا انالايت مولكيول تو ذا مولكيول امبلايز تو ذا ستاشنري فيس اللي هو زي مثلا البروتينات والانتي بوديز. عندنا الجاس كروماتوغرافي اللي هو ليكويد اور سوليد سبورت ذا ستاشنري فيس، والموبايل فيس اللي هو الجاز عادة تكون انيرت او خامل اللي هو زي الارجون والهيليوم، وده بيعتمد على البويلينج بوينت اوف ذا مولكيول، يعني كل ما كان البويلينج بتاع المولكيول بسيط كل ما تم فصله بأسرع، وإذا كان البويلنج عالي فبيتم فصله بيكون بطيء داخل الكولوم بتاعنا اللي هو الغاز كروماتوغرافي. طيب في حاجة اسمها الريتينشن فاكتور. طيب what is the retention factor؟ طيب عندنا الريتينشن فاكتور اللي هو ده اللي هو المسافة اللي اتحركتها المكون مقسومة على المسافة اللي اتحركها السولفنت، دايما بيكون المكون أقل من السولفنت. فمثلا هنا المكون سي الريتينشن فاكتور بتاعه 1/5، لأنه التوتال هنا 5 اللي هو المكان بتاع السولفنت فروم وير فروم ذا أوريجين. الأوريجين هو طبعا الخط هنا اللي هو فيه العين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.